پیشه نقش هرمله گفت که من داشتم فیلم مختارنامه رو با مادرم نگاه میکردم، ما وقتی تو فیلم این تیر پرتاب شد نقشش من بازی کردم. تا تیر اصابت کرد مادرم گفت الهی دستت بشکنه. گفتم مادر این فیلم من بازی کردم، اون دست تو هم بشکنه. نمیشه باورم که وقت رفتن تموم این سفر بار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نبدأ بحثنا في بعض خطبات سيدي شباب أهل الجنة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام التي ألقاها في أمام كبار الصحابة وكبار التابعين في منى في سنة 59 من الهجرة، التي هي من أهم الخطب التي ألقاها أمام هؤلاء الناس. هذه الخطبة الكبيرة العظيمة خطبة ورد في بعض مصادرنا الشيعة مثل تحف العقول ومثل وسائل الشيعة بحار الأنوار منهاج الرغبة للسيد الخوئي رحمة الله عليهم أجمعين ومستدرك الوسيلة. هذه الخطبة معروفة ومعلومة عندنا وعند الكل الذين يتابعون التاريخ الإسلامي. أهمية هذه الخطبة أنه كان في زمان معاوية، زمان التي الناس كانوا محاصرون ولم يكن أحد يستطيع أن يفعل شيئا ضد هذه الحكومة الطاغية التي كان تحكم الناس بقوتها وبظلمها. والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كما أن الكل يعرف كان بوظيفته، لأنه سبط النبي وأحد المسلمين وكبار المسلمين، أن يوجه الناس وينبه الناس بما يجري حول الحكومة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية. فهنا انتخبنا هذه الخطبة لكي نشرح ونوضح ونوجه العلماء بما وجهه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عليهم، وبين وظائفهم في المجتمع الإسلامي ومكانتهم في السياسة الحكومة الإسلامية الموجودة في كل بلد ومختلف في مختلف البلدان. الخطبة تنقسم إلى قسمات، من أول الخطبة إلى نهايتها لنا قسمات. القسم الأول من هذه الخطبة هو إيقاظ واستيقاظ العلماء بما يجري لكي ينتبهوا ويعتبروا بما مضى من علماء أمثالهم من العلماء العاملين، ونبههم أن ينتبهوا بما جرى بين علماء الإسرائيل الأخباريين، علماء بني إسرائيل وعلماء النصارى. وفي القسم الثاني نبههم وعرفهم ووضح لهم منزلتهم عند المجتمع الإسلامي، ما هو مكان علماء المسلمين في مجتمعاتنا وماذا ينبغي لهم أن يفعلوا.
الفرقة الثالثة من هذه الخطبة نبه الإمام الحسين أسباب والعلال التي سبب حتى تصل المجتمع الإسلامية إلى هذه المكان التي كانت موجودة في الظروف تلك الزمان. يعني لماذا صار الحكومة بأيدي بني أمية؟ من المسبب ومن السبب ومن الذي سبب هذا ومن المسبب؟ الفرقة الأخيرة التي سوف نجدها في هذه الخطبة أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والله ونبه وعرف أهدافه للقيام من تلك الفترة الزمانية، يعني في زمن نفس معاوية. لماذا هو لم يرضى بخلافة معاوية ولم يرضى بهذا الخلافة؟ نبه بتلك الزمان، لا، ما كان ينتظر إلى أن يصل يزيد إلى الحكومة حتى ينبه الناس، لا، كان منتبها ونبه الناس كلهم من تلك الزمان المعاوية التي معاوية كان يحكم ويسوس الناس إلى سياسته المعلومة والغير المعلومة والمجهولة. من هنا أبدأ بقراءة بعض الفقرات وأوضح وأنبه. إن شاء الله تبارك وتعالى سوف تبقى معنا إلى قراءة بعض هذه العبارات، وإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعطينا القدرة لكي نكون مع الذين يقولون فيعملون ومن الذين يسمعون فيعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأخبار، إذ يقول: لولا ينهاهم الربانيون والأخبار عن قولهم الإثم. وقال: لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل، إلى قوله: لبئس ما كانوا يعملون. يعني هذا الفقر الأول من هذه الفقرات بدأ الإمام الحسين أن يقول وأن يوجه لهم أنهم اعتبروا بما جرى بين علماء الإسرائيليين، اعتبروا، خذ العبرة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أيضا أمر لنا أن نعتبر بما يجري في التاريخ، أن لا نمر كمرور الكرام، وأن لا نقرأ فقط نقرأ فقرات التاريخية، وأن لا ننظر التاريخ كشيء كالسحاب الذي تمر وتتم أوقاته، لا، نقف أمام كل ما يجري في العالم وننظر وننتبه ونسأل أنفسنا ماذا جرى، لماذا جرى هكذا، وماذا نريد أن نصل مع هذه الجريان التاريخية، وننظر وراءنا من كان وراءنا قبل أنا، من كان قبلي، ماذا فعل الماضون حتى نأخذ منهم درسا قويا مهما حتى نصنع مستقبلاتنا، لأن المستقبل نحن الذي سوف نصنع المستقبل، والمستقبل تصنع بالدراسات الماضي والدراسات الحالية والإجراءات وجريان التاريخ الحالية هو الذي تصنع المستقبل. وهذا ما كان يريد أن يفعله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالنسبة هؤلاء الذين كانوا معه في هذا الزمان في تلك المكان. لا فقط هؤلاء، هذه الخطبة تتكلم مع الكل، هؤلاء الذين كانوا يعيشون مع الإمام الحسين ونحن الذين الآن نعيش في ظروفنا الزمانية الحالية التي لابد لكل واحد منا أن ينتبه ويعتبر بما يجري في العالم، بالأخص العلماء الدينية، المجتمعات العلماء الدينية، لأنهم هم
الذين بأيديهم حكم الحلال والحرام والسياسات الدينية بأياديهم لا بد أن يسوسوا ويجعلوا سياستهم سياسة دينيا محمديا علويا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهكذا عبرهم قال اذهبوا وانظروا لماذا عاب الله هؤلاء، ماذا فعلوا حتى الله سبحانه وتعالى يكلمهم بهذه الكلمات الشديدة، ماذا فعلوا حتى الله سبحانه وتعالى يقول لهم لبئس ما كانوا يعملون، ماذا فعلوا؟ إمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقول إنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمات الذين بين أظهارهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة بما كانوا ينالوهم منهم ورهبة مما يحذرون. والله يقول فلا تخشوا الناس واخشوني. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام جاء بالعلة الذي سبب سقوط هذه المجتمع، لأن كان بينهم علماء، كان بينهم مثقفين، كان بينهم كبار علم ومعرفة صاحب زهد وتقوى، ولكن كان تقوى شخصية لشخصيته، كان علمه له لا للناس أجمعين، أنه كان يرى المنكر، يرى الفساد، ويعيش مع الفاسد ويعيش مع الفاسق. وأكبر فساد وأكبر منكر هو حكومة الذي تسمى باسمه حكومة إسلامية ومجتمع إسلامية تحكم الحاكم بالظلم والفساد والجور ولا يتكلم هذا العالم. لماذا لا يتكلم؟ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام علل هنا أن هذا العالم الذي يسمي نفسه عالم ديني وصاحب فتوى هو كان يخاف بهذه السلطة الجائر، لأنه كان يعطيه بعض الأموال، أعطاه بعض المناصب الحكومية كقاضي القضاة، كمثلا حاكم فلان منطقة، كمثلا صاحب فلان قوة جيشية. اليوم في كل المجتمعات نرى هذا، صاحب دين، صاحب علم، صاحب تقوى، لكن أقول تقوى نفسية، تقوى شخصية لا تقوى اجتماعية، صاحب تقوى، صاحب زهد، هو يدعي نفسه أنه عالم ديني، ولكن تراه يمشي مع الحاكم الجائر، يمشي مع الفساد، يمشي مع إفساد الناس وإفساد المجتمع. هو سبب هذه السقوط الاجتماعية والثقافية والسياسية في مجتمعاتنا اليوم. والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عبر بهذه الآية، علل هذا سبب مذمة الله سبحانه وتعالى لعلماء اليهود والنصارى الأحباريون والرهبانيون، عللهم لأنهم كانوا يأخذون الرشوة من الدولة، يأخذون المناسب من الدولة ويعملون ضد الدين وضد الثقافة الدينية.